تتجه الأنظار إلى دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل توقعات باحتدام المنافسة فيها، خصوصا بعد عزوف تيار المستقبل عن الترشح بهذه الدائرة التي يشكل فيها الصوت السني ثقلا أساسيا بنسبة نحو 62% من مجمل الأصوات. ومع غياب المستقبل قد تحتدم المنافسة بين لوائح تابعة لقوى وشخصيات عديدة أبرزها فؤاد مخزومي وبهاء الحريري وسليم دياب ونبيل بدر ولوائح أخرى تابعة لقوى التغيير، برز منها حتى الآن لائحة بيروت تقاوم، ومن المرتقب الإعلان عن لوائح معارضة أخرى، وهذا ما سيعكس عدم توحد قوى 17 تشرين بهذه الدائرة، بالإضافة إلى لوائح التابعة لحزب الله وحركة أمل وكذلك لجمعية المشاريع الإسلامية. في هذه الدائرة سيكون للمغتربين تأثير محدود، فمقارنة بمجمل عدد الناخبين فيها البالغ نحو 354,000 تسجل بالخارج نحو 26,500 ناخب للمشاركة بالاقتراع. فكيف توزع هذا العدد على الطوائف والمذاهب الـ 18 الموجودة في بيروت الثانية؟ نتابع بالأرقام. بحسب مؤسسة الدولية للمعلومات، توزع المسجلون في الاغتراب في دائرة بيروت الثانية على الشكل التالي: سنة 17282، شيعة 4676، روم أرثوذكس 1669، موارنة 635، روم كاثوليك 622، دروز 382، سريان أرثوذكس 330، سريان كاثوليك 196، أرمن أرثوذكس 179، إنجيلي 171، لاتين 148، أرمن كاثوليك 73، كلدان كاثوليك 67، الطائفة الإسرائيلية 10، كلدان أرثوذكس 9، علويون 2، أشوريون أرثوذكس 1، وكلدان 1. هذا بالنسبة لتوزيع المغتربين المسجلين في بيروت الثانية على الطوائف والمذاهب، أما كيف توزعهم على القارات الست وعلى الفئات العمرية وبين الإناث والذكور؟ نتابع التفاصيل ودائما بحسب الدولية للمعلومات. من أصل نحو 26,500 ناخب اغترابي تسجل للاقتراع في بيروت الثانية، في أوروبا 9,946، آسيا 9,469، أمريكا الشمالية 5,638، أفريقيا 845، أستراليا 491، أمريكا الجنوبية 70. أما بالنسبة إلى الفئة العمرية، فجاءت النسبة الأعلى للفئة ما بين 30 و40 عاما بنسبة 27%، تليها الفئة ما بين 21 و30 بنسبة 23%، ثم الفئة العمرية ما بين 40 و50 عاما 19%، وتنخفض النسبة تدريجيا للفئات الأكبر سنا. أما حسب الجنس فقد توزعت النسبة 43.7% إناث و56.3% ذكور.